برحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا او عم تسمعونا بحلقة جديدة من كلينيك منطلع عليكم فيها عبر هوا صوت لبنان وبالصوت والصورة عبر vdl.me والابليكيشن وجميع صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم بهالحلقة رح نحكي عن المعتقدات الشائعة يلي منعملها اثناء اتباع حمية غذائية ولازم نتجنبها، ومعنا اختصاصية التغذية ورئيسة قسم التغذية بمستشفى جبل لبنان مايا حداد. اهلا وسهلا فيك. بونجور باتريسيا. يا هلا، اشتقنا. اي والله سوا. مايا، لما نقول معتقدات شائعة في كتير، بس بدنا نركز اليوم على المعتقدات الخاطئة الشائعة، شائعة وخاطئة اللي منوقع فيها الأشخاص بيقع فيها وبتأثر على النظام الغذائي أو على صحتهم حتى كمان، مش بس على الدايت بحد ذاته. صحيح، نحن في كتير أشياء بنعملها بنفكرها صح بس بالحقيقة هي غلط وبتنزعلنا كل نظامنا الغذائي. إذا بدنا نبلش هيك نفصل الأشياء شوي، هيك رح بلش أون جنرال شوي. هلأ أكترية الأشخاص وقتها يعملوا دايت دايما أول غلطة بيرتكبوها أنه بيحطوا أهداف غير واقعية، unrealistic goals، بيصيروا يقولوا أنا بدي أضعف بالشهر حتى بيجوا لعنا بيقولونا يعني معتقدين نحن we are imagistons، نحن منا آخر نهار عم نعمل أكيد شغلنا وبدنا نجرب نساعدهم قد ما فيهم تيخسر وزن، بس أهم شيء تكون خسارة الوزن صحية. يعني بيجوا لعنا حاطين اهداف غير واقعيه، بدهم يضعفوا 10 كيلو 20 كيلو وبيحددوا لك الوقت انه بدي بوقت هالقد معين اقدر اخسر هذا الوزن. هيدا اهم خطا بيعملوه العالم لانه عم يضلوا محلهم، يعني بيجوا بيعملوا هذا اليويو ايفكت، بيجربوا يخسروا وزن بطريقه كتير سريعه. بركن يضعفوا، انا ما عم بقول لا رح يضعفوا، بس هيدي الطريقه رح تكون منا صحيه ورح يرجعوا للانظمه الغذائيه الكراش دايت يلي هن منهم صحيه. ليه؟ لانه نحن وقت نضعف بطريقه كتير عالية باتريسا بنكون مش عم نخسر، نحن هدفنا بخسارة الوزن مش بس الوزن بحد ذاته، هدفنا نخسر دهون. هيدا لصحتنا أكيد لوزننا كتير مهمة. نحن وقت نكون عم نخسر هالأرقام العالية 10 و15 كيلو بشهر أو بشهرين ما بنكون عم نخسر pure fat. 15 كيلو بشهر كتير أكيد. هلأ مع بقعد بلا أكل باتريسيا أو باخد الأدوية المشروبات الساحة اللي بنسمع عنهم، الإبر اللي بنسمع عنهم، هول كلهم يعني كل الدعايات خاصة هلأ بالموسم الصيف تكتر بعد الزيادة الدعايات. يعني كل يوم عن جد بفتح السوشيال ميديا او البلاتفورمز بنقرا شاي سحري بضعفك مدري قد ايه، دريناج او مساجات بيعملوا لك البسم شديد تقدر تضعفي. هول كلهم دعايات، هول كلهم عم لمصلحه ماديه اكثريتهم يعني، واكثريت الاشخاص يعني بلشوا يستوعبون وجربون. ما بقول لك لا، كثير اشخاص بيجربون بيفشلوا بيرجعوا بيستوعبوا انه الطريقه المضبوطه هي نظام غذائي صحي متوازن. نحن نكون بعجز حراري، يعني الكراش دايتس رح يخسرونا مش بس دهون، رح نخسر شوية دهون أكيد، بس رح نخسر معهم مي وعضل يلي هن كتير طبعا مهمين لجسمنا طبعا. يعني الدهون نووي نقدر ننزل أكتر من نص كيلو لكيلو بالأسبوع، هيدا مع نظام غذائي وممارسة رياضة. وقت نكون عم نضعف 3 و4 كيلو بالأسبوع هول أكيد عم نخسر مي وعضل يلي هن مش بس مدرين لصحتنا أكتر إنه وزن بحد ذاته. يعني نحنا ما عم نشوف السكال، يعني شو هن العوارض الجانبية المضرة يعني معقول يصير معنا من وراء خسارة وزن هالقد سريعة. يعني نعم، يمكن على صحتنا، على القلب، على الفيتامينات، المعادن، تساقط الشعر، الضفير، هول كلهم اكيد رح نخسرهم وقت نحن نكون برجيم نظام غذائي عشوائي، لانه نحن عم نحرم حالنا من مجموعات غذائيه معينه. نعم. طيب لما بدنا نبلش نحكي عن اخطاء بنعملها نحن، خلينا نبلش احكي عن المي. يعني بنقول نشرب كتير مي، بعض الناس بيفكروا انه انا اذا شربت قبل الاكل كتير وبعد الاكل كتير بطول لارجع جوا. ليكي رح اقول لك شغله، المي كتير مهمه. اول شيء المي مهمه مش بس للنظام الغذائي، لصحتنا، كل خلايا جسم بحاجه لمي تو فانكشن تتقوم بعملها. دونك المي كتير ضروري، وضروري نحن نشرب لتر ونص لترين مي بالنهار. هلا المعتقدات الخاطئه بالنسبه للمي، دائما العالم بتفكر انه المي المسقعه بتفرز الفات ما بتخلينا نضف، والمي السخنه بالعكس بتذوب الدهون ولازم ناخذها. لا المي السخنة ولا المي الدافية ولا المي المثلجة ولا المي السقعة ولا المي حيلا كيف ما كانت حرارتها بتأثر على وزنها بولا طريقة. هو الشخص بيشرب المي بالطريقة بالحرارة اللي بيحبها، بيحبها مسقعة بيخدم مسقعة فترة لا يشرب كمية أكتر. المي فيها زيرو كالوريز، يعني خلينا نكون واعيين، المي لا بتنصح ولا بتضعف، it's pure zero calories. المي ضرورة ناخدها خلال النهار كله. هلا بشدد على شغلة والعالم دايما عندهم اياها غلط، بيخافوا يشربوا مي مع الأكل، إنه المي مع الأكل بيأثر على وزننا، بيعملنا نفخة، ما بيساعد بالهضم. بالعكس المي فينا نشربها ساعة البدنة. المهم قلت ذكرت قبل الأكل، هو مهم قبل الأكل بعشر دقائق ربع ساعة، لأنه بتخلينا نشعر بالشبع
اسرع. دونك انا ما اذا الاشخاص بدهم يشربوا مي وعم يجربوا يخففوا وزن فيهم ياخذون قبل ب 10 دقائق ربع ساعه من الوقعه الاساسيه. هذا التسلسل كثير مهم، يشربوا مي، ياكلوا السلطه، بعدين ياكلوا الوقعه الاساسيه. بهالطريقه بناكل كميه اقل. بس اذا بدنا نشرب مي مع الاكل او بعد الاكل ما قال عليه، بالعكس المي مع الاكل الدراسات كلها برهنت انه بتساعد بعمليه الهضم، لانه هضم البروتين والنشويات والدهون بحاجه ميكانيزم تنهضم الاكل بحاجه لانزيمات ومي تقدر تقوم بعملها مع الاكل. مع الاكل فينا نشرب، يعني ما حدا يقول انه ما فينا نشرب ابدا مي مع الاكل. فينا نشرب مي ساعه الوقت، ساعه البدنه وكيف ما بدنا، المهم نشرب مي. بس كثير مهم انه بتعمل بطن. لا لا هلا نو نو ما إلا علاقة ابدا، ما بتعمل نفخه ابدا ولا بتعجن الاكل ولا بتخمر الاكل ولا بتعمل شيء. لازم نشرب مي قبل الاكل مع الاكل وخلال النهار كله يعني. حلو. في سؤال كمان عن المي، هل صحيح انه لما بنشرب مي وحامض الصبح بيضعف بتكسر فات؟ كايند اوف ديتوكس هو المي. هلا اكيد ما بدي اعصر مش مي مش الحامض يكون معصور، بدنا ننقع الحامض بالمي. فينا نحط معه جينجر، فينا نحط معه قرفه عودين سينامون، هول كلهم بيساعدوا تيزيدوا الحرق بالجسم. بس انا ما في ويعملوا ديتوكس للجسم، بيساعدوا بس انا ما فيني اكل بديه وروح اقول باكل منقوشتين وحلو شوكولا وجاتو اجي اتكل على هالكبيتين المي اللي شربتهم على بكره اعتبر انه هول رح It's a total. يعني الدايت وطريقة الحياة هو شيء متكامل، إن كان بالنظام الغذائي، بالسبار، بشرب الماء، بالنوم. حتى النوم كتير مهم، نام 7-8 ساعات. بشرب في مأكولات معينة بيزيدوا إنه يزيدوا الحرق بالجسم، بس مش هن بدهم يعملوا العجيبة وننسى كل الباقي القصص ونأكل. أهم شيء تنقدر نضعف نحن نكون بكالوري ديفيسيت، يعني نكون بعجز حراري، نأكل أقل من ما جسمنا هو بحاجة. صحيح. خلينا نأخذ اتصال من تابع. ألو. يعطيك العافية أبو زيد. يا هلا تفضل. بدي أسأل الدكتور التغذية. نعم. الفيتامين د، أنا معي سكري، فيتامين د مهم للي معهم سكري؟ نعم. وفينا ناخده يعني أدوية بدون يعني منين بيطلع هو أساسا، يعني منين بيجي، من أي مادة؟ بس. نعم. شكرا. شكرا لاتصالك. هلا هو اكيد ما نكون عاملين فحوصات، ما فينا ناخذ فيتامينات ومعادن ونعمل كير قبل ما نكون عاملين فحوصات. في فحوصات معينه، اذا عندنا نقص بالفيتامين دي اكيد فينا ناخذ حبوب فيتامين دي. فيتامين دي قليل يكون كتير موجود بالاكل، هو اكثر شيء بناخده من الشمس ومن الصن لايت. اكثر الماكولات اللي فيهم فيتامين دي هن الزبده والزيت وهولي، بس انه كتير قليل بارابور لا نحن قد ناخذ شمس. مش هيك الجرعات الاضافيه دائما وتكون عندنا نقص بالفيتامين دي، الحكمه والاطباء يلجأوا للجرعات الإضافية، بس ما في علاقة مباشرة بين السكري والفيتامين دي. نعم. كمان اتصال. ألو. ألو مرحبا. يا هلا. يعطيك العافية. تفضل. بيز هلا جايينا موسم الصيف، وموسم الصيف غني بالفواكه. نعم. فيا ريت بس تدورنا تعملي معروف بمريض السكري أي أنواع لازم يتجنبها أو يستقل منها أو يستكثر منها حيا الله. بخصوص الأكاديمية والتوت لو ممكن تشرحي لنا عن فوائدهم، وشكرا جزيلا لكم. يا هلا يا هلا، مع انه بعاد عن موضوعنا ولكن رح نمرقهم. بس مريض السكري في ياخذ كل انواع الفواكه، هي كلها قصه كميات. وهن حساسوا الفواكه، نحن في عندنا كميات اكيد فيهم سكر اكثر من غيرهم، في فواكه فيهم سكر اقل. كل شيء فيه سكر اكثر بدنا ناكله بكميات اقل. رح اعطي مثلا الموز، العالم دائما بيخافوا منه الموز او البلح او التين، هول فيهم سكر اكثر من غيرهم، الكرز والعنب. بس انه موزه صغيره نقدر ناكلها، هي بتعادل حصة فواكه. تين مثلا حبتين تين، بس انه مين بيوقف على حبتين تين؟ اكيد كرز 7 من حبات، الاكاديني كمان الحصة هي بتعادل 7 من حبات، توت كمان قدر ملعقتين كبار توت. يعني كل انواع الفواكه مريض السكري لازم ياخذها. اكيد احسن ما يبتعد عن العصاير ويبتعد عن الفواكه المجففه والمعلبه فيها كتير سكر. الفواكه الطازه اذا بناكلها بقشرتها باللب تبعولها هيدا اللي بفيد، لانه غني كتير بالفايبر، بيساعدنا ضلنا محافظين على معدل السكر بالدم اللي هو بده اياه مريض السكري. صحيح. بس انه اكثر من 2-3 حصص فواكه بالنهار مريض السكري ماكسيمم لازم ياخذها. هي الكميه ما مهم اي نوع فواكه، المهم قد ايه الكميه لازم ياخذها، كم حصه لازم ياكل بالنهار، مش اكثر من 2-3 حصص. 2-3 ماكسيمم. مثل ما قلت ياخذها كامله، يعني الليمونه اذا بناكلها باللب تبعها قبل، منيح تفاحه بقشرتها، الخوخ، المشمش، هول كلهم بالقشره تبعهم. الالياف اللي موجودين فيهم بخلونا نقدر نثبت معدل السكر بالدم، وما يكون احسن مريض السكري ياكل الفواكه دغري من بعد الاكل. نعم. رح نرجع للمعتقدات الخاطئة بالحمية الغذائية. بدي أحكي عن الترويقة.
في كتير منا بيقولوا طيب أنا بلا ما أتروى بكون وفرت أكل بنطر للغدا، قد هالموضوع صحي؟ لكن في كتير ناس باتريسيا ما بيحبوا الترويق أو في أنظمة غذائية معينة مثل الانترميتد فاستنج اللي هو الصيام المتقطع، في أوقات فينا نقفت في الترويقة. يعني المعتقد أنه الترويقة هي وقعة أساسية وأبدا ما فينا نشيلها، لا فينا نشيلها أكيد كتير مهمة. طيب تعطينا نشاط كل نهار، التلاميذ رايحين على المدرسة، فيها مغذيات ومكونات معينة نحن بحاجة لها، إن كان الكالسيوم من القلبين والأجبين البيض فيها. بس في الأشخاص ما بيحبوا يتروقوا، يعني نحن ما فينا بجعب إليك حيالا نظام غذائي لازم يكون individualized يعني مخصص للشخص، هو شو بيحب، أي ساعة بيوعى، إذا بيحب يتروق ما بيحب يتروق، بيتضايق بالترويقة. في أشخاص ضرورة يتروقوا أكيد، إذا عندهم أدوية معينة لازم يخدوها، عندهم نهار طويل مثلا بالمدرسة أو بالشغل ضرورة يتروقوا، بس إنه خلاص ضرورة كلنا نتروق لا، بطلت الترويقة أكيد وقع أساسية، بس بطل في شيء إنه 100% نحن لازم نتروق، إذا ما تروقنا خلاص طار الرجيم وما بقى فينا. لا، حتى فينا ما نتروق على بكرة بكير. في أشخاص مثلا بفضلوا يتروقوا على 10-11 وقت يوعوا على ريحتهم كمان ما في مشكلة. نعم، رح ناخد اتصال. ألو. ألو بونجور. يا هلا. أنا حابب أسأل الأخصائية بالتغذية عن موضوع المي. تفضل. مثلا هل فينا نشرب كباية مي مثلا ساعتها 200 سي سي كل ساعة؟ والسؤال الثاني هل فينا نقسمهم كل ربع ساعة ربع كباية؟ سبب سؤالي هو أنه قريت أنا بالإنترنت أنه الـ IOP يلي هو الانترا أوكولار بريشر ضغط العين، بيقولوا انه ما فيك تشرب كمية كبيرة بالماء بوقت قصير، يعني ما فيك تشرب مثلا لتر ماء بخمس دقائق، لا بدك توسع. بقى السؤال فينا يا ترى في هل لا يضر انه نشرب كل ربع ساعة مثلا ربع كباية، بمعنى اخر كل ساعة بتصير كأننا شربنا كباية هالطريقة، او شو في معلومات عن هالموضوع؟ نعم، شكرا لاتصالك. شكرا باتريسا. فينا نشرب مي مقسمين اكيد، هو بالمعدل لازم نشرب لتر ونص للترين مي بالنهار اكيد، وقت يكون في شوب او عم نعمل سبار اكيد هالكمية معقولة تزيد اكتر، بس اكيد بتكون مقسمين خلال النهار. يعني اذا كل ساعة ساعة ونص شربنا كباية مي اللي هي 200-250 سي سي بيكون احسن. عم بيقول هو حتى هالكباية بدنا نقسمها كل ربع ساعة شوي؟ لا 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 ما إلها لزوم ابدا. كل ساعة ساعة ونص بنشرب تقريبا كبيه مي، بدنا نشرب تقريبا هو الليتر ونص بيطلعوا 8 كبيات مي بالنهار، فينا نخلصهم اكيد خلال النهار كله يعني. اوكي، شو بعد عنا اخطاء؟ شعنا اخطاء، في عنا كتير اخطاء اليوم، رح نجرب نعمل اكتر اهمها واحدة باتريسا. بس الخطا كمان اللي كتير شائع انه الناس شو بيعملوا، حكيتين عن الترويقه رح احكيك انا عن العشاء، اكل بالليل. اكل بالليل هيدي قصة الأكل بالليل، ما بعرف ليه العالم عندهم هالمعتقد إنه بعد الساعة 6-7 ما بقى فينا آكل، جسم بالليل ما بيحرق، ما بيهضم الأكل، ما بشو. الأكل هو زيته، يعني بدي أعطيك مثل التفاحة، التفاحة مثلا فيها 60 كالوري، نعم. إذا أكلتيها الساعة 2 الظهر، أكلتيها الساعة 4 الظهر، أكلتيها الساعة 7 بالليل، رح يضل فيها 80 كالوري، ما رح تتغير. أكيد فينا نتعشى بالليل وضرورة نتعشى بالليل، مش بس أكل، لأنه شو بيصير معنا؟ أنا كتير جوعانة. مش بس جوعانة، أكيد ما تعشوا بيعتبروا حاله إنه هن ما تعشوا بالليل، ببلشوا رايحين جايين على البراد، شوية فواكه من هون، شوية مكسرات من هون، شوية شو عرفني خبزة صغيرة بقيت من هون، يعني بيكونوا عم بياكلوا أكتر بكتير من ما لو أكلوا عشاء صحي متوازن كذا. غير إذا إنه ما أكلوا شيء جاعوا تاني نهار كمان بيصير في عنده ريبركشن. ما حدا قال أكل بالليل بنصح، طالما بعدنا عم ناكل ضمن الكالوريز اللي نحنا جسمنا بحاجة لإله، فينا ناكل ساعة اللي بدنا. عشرة أكيد العشاء ما يكون تقيل كتير وما يكون فيه مقالي وقصص دسمه، ويكون قبل بساعتين من وقت النوم تقريبا. نعم. نعم. بس ضروري نتعشى، يعني اذا اكلنا ساندويتش صغير لبنه او جبنه، اخذنا سلطه، اكلنا شيء مثل بروتينين سفينه دجاج مشويه مع سلطة، هو كله عشاء طبيعي فينا ناكله، بس اكيد ما نتقل كثير عشاء، مش ناكل غمه وننام، مش ناكل غمه وما يكون كثير مأخر، يعني تنقدر نهضم الاكل وننام مرتاحين يعني. صحيح، هاي هي القصه. بس انه ننام بلا عشاء هيدي منا وارده، وما الكالوريات ما بيكونوا بالليل بعد الساعه 7 خاصه، ما بقى في عندهم رقم 7، انه بعد الساعه 7 بالليل بيدوبلوا بيتلفوا الكالوري، هو زيته الوقع الاكلتها على الساعه 2 يعني. انا اذا في اي زيت كل اكله تقسم حسب الكالوريز على كل نهار بقدر اكل، بس مهم أكيد. اكل ضمن الكالوريز ساعتين إيه، وضمن الكالوريز اللي انا بدي اياه اكيد. فهمت كيف؟ هو كله قصه خساره الوزن، اذا بدي اختصرها بكلمتين هي عجز حراري، كالوري ديفيسيت، يعني بدي اكل اقل من ما جسمي بيحرق تقدر اخسر وزن. صحيح. اتصال. الو. الو. يا هلا، احكي مع الدكتورة. تفضل. ليكي دكتورة، جايبين سطلين لبن بدنا نكبسهم، في حامض نتفي مو زيد، يعني حامض لبن يعني اكثر نتفي بيأثر؟ حامضين شوي حامضين مش
ماني كثير شاطره بهالاختصاص بس انه ما بيأثر. بس انه جربهم اذا طلعوا منيح خبرنا خبرنا. فينا نستعملهم لو بنكبهم؟ ما هلا هي مش رح تقدر تعرف لانه انت بتعرف كميه حموضتهم قد ايه. اذا كثير حامضين اكيد ما كثير حامضين فضل بلاها لانه دجا وقت بده يكبسهم اكيد بعد بدهم يتخللوا اكثر ويحمضوا زياده يعني. اتصال خلص. مزبوط انه في مشروبات بتشيل احتباس المي من الجسم وهل صحيح هذا الشيء وشو هن؟ في مشروبات احتباس المي بالجسم اهم شيء بدنا نخفف الملح. الملح هو العنصر الاساسي الصوديوم يلي بيخلينا نعمل ووتر ريتنشن. بدنا نجرب نبعد قد ما فينا عن مأكولات الملح يعني مش بس الملح بحد ذاته، في عنا المكسرات الزيتون الاجبان البيضاء الملحه هي بتخفف، بس ما في مشروب معين بيشيل الملح من الجسم يعني. نعم. أسئلة المي كتير اليوم، هل لازم أشرب مي قبل الترويقة على الريق؟ لازم أشرب كمية كبيرة؟ كبيتين ثلاثة مي هو أهم شيء. على بكرة أصلا نبلش نهارنا بكبيتين ثلاثة مي، نرجع نشرب القهوة والنسكافيه كيف منحبها وبعدين نرجع ننتقل للترويقة إذا بدنا نتروق وللوقعات الباقيين يعني. بس أهم شيء المي على الريق وخلال النهار كله يعني. أكيد كل الوقت كل الوقت. شو بعد عنا أخطاء؟ عنا كتير. شو بعد عنا أخطاء؟ بدي شدد على الشغلة الأشخاص اللي بياكلوا كتير، كلنا بنعرفه كتير واضح أنه نحن إذا بناكل كتير رح يزيد وزنه طبعا، بس ما بنعرفه كمان إذا بناكل كتير قليل كمان رح بيزيد وزنه. يعني واحد ما لازم لا يأكل هاي كالوريز على الاخر ولا ريستريكت هيز كالوريز. في ناس بيحطوا حالهم على سعرات حراريه كتير قليله 500 و600 و700 كالوري طيب يضعفوا بيقفوا وقعات او شو بيعملوا بيكلوا وقعة واحدة بالنهار. هون نضعف لأنه فينا نضعف أول 2-3 كيلو بعدين شو بيصير في بلوك منعصب نعمل بلاتو منرجع منيكل من أول جديد ومناخد الوزن دوبل. يعني ما بدنا ناكل لا كتير قليل نحط حالنا يعني تحت 700-800 كالوري. نحن أكيد ما عم ناخد حاجاتنا اليومية من الفيتامينات من المعادن من كل المغذيات وما عم ناكل من كل المجموعات. حدا بيقدر يوقف إذا أكل أقل من 700 كالوري؟ يعني بدنا نتعب نضاين جمعة 2-3 بعدين خلص. وكتير أشخاص غير إنه بيحطوا حالهم بكالوريز كتير قليل بيحرموا حالهم من مجموعات غذائية معينة خاصة واللي كلنا بنعرفين ما بياكل خبز ما بياكل رز. شو بيوقفوا دايما هن بالنسبه للعالم انه الرز بنصح البطاطا بتنصح النشويات بنصحوا يعني هالكاتيجوري من الاكل دايما عندنا توندانس للغيه. يعني وقت اجى اعطيهم العالم خبز بيطلع فيه مي انه خبز انه ايه خبز لا شو اذا اعطيهم خبز ابيض مش خبز اسمر كمان بنهاروا. بدي اشدد على شغله خبز الابيض اذا عم بياخذ زيت الحجم يعني حسب عم بياخذ الابعى الصغير ابيض او اسمر في زيت رقم السعرات الحرارية يعني الأبا الصغيرة هي 80 كالوري إن كانت سمرة بيضا خالي شوفين البديكيها زيت الجراماج فيه زيت السعرات الحرارية بس أكيد بالألياف كقيمة غذائية أكيد. بس أنا اليوم إذا هدفي بس أخسر وزن في كتير ناس بيجون عندي ماي ما بحب الخبز الأسمر فاين ما أنا مشكلة مش ضروري تاكل خبز أسمر فيك تاكل خبز أبيض وتقدر تضعف يعني. حتى في ناس بيفتكروا إنه التوست أخاف أو إذا حمصني للخبز ما وقت وقت تحمسي ما بتنتبه بتصير بتاكل كتير أكتر يعني. فضي عن جد ما يحمسوه وقت تحمس الخبز عم تخسري بس المي منه بقية الكالوريز بيبقوا هن زيتهم. سو ما نوقف نوع يعني وقت نحن نضعف بنجرب نقول انه منوقف الخبز والرز والبطاطا خلص بليهم فينا نوقفهم جمعة جمعتين بس انه ما فينا نداين الرجيم اللي بتفكري براسك تقري بتقولي انه هيدا فينا داين فيه لفترة طويلة تعتبري انه هيدا هو الرجيم المزبوط. الرجيم اللي بتطلع عليه بده يداينك جمعة جمعتين ثلاثة بتقولي هيدا منه رجيم مزبوط يعني. هاي اذا بدي اختصرها فريما بكلمتين يعني 100% لانه جسمك بيصير يستعمل من اللي بقلبه صح؟ أكيد. بعدين أنت قدي بدك تضايني برجيم قاسي ما بدك تستحلي. بعدين نحن نعمل assessment وinterview مع البيشنت أول شغل بنسأله باتريسا شو بتحب what do you crave. ليه كتير مهمة هالجملة؟ لأنه إذا بتحب الشغلة مثلا بيحب يقولوا بيحب الشوكولا مين ما بيحب الشوكولا أو بوزة أو شيء ما فيك تحرم البيشنت منه كل الوقت. بده ينحرم مرة مرتين آخر شيء خلاص بده يرجع بده يأكله. يعني أحسن تعودي هو وبالدايت يتعود يأكل شوكولا يأكل جاتو يأكل شيء بحبه يعني ما يحرموا حاله حالهم بس بكميات أكيد. يعني دايما بيلجأوا على الدايت القاسي بيحرموا حالهم بيحبوه ما بياخدوه. طب انه بعدين منه كوفي شو بيقولوا بالعربي منه شيء مش أساس منه أساس دايت منه أساس. بدنا نجرب نشيل هالفكرة من راسنا وما نصدق كل الدعايات والقصص ونركز على شيء نقدر. يعني لو من الأول نحن عملنا دايت مزبوط بطلعنا ورحنا وجينا وجربنا كله كنا خلصوا كنا ثبتوا وزننا وخلصوا العالم. نعم. اتصال. ألو ألو مرحبا. بدي عزبك توطي صوت الراديو حدك بليز. ألو
الو الله يقويك دكتور. الو يا هلا، كيفك باتريس؟ يا منيحة نشكر الله. تفضلي تفضلي، عندك سؤال؟ ايه بنسأل عم تسمعك، تفضلي. البيرة عشعير، انا عندي السكري عم بشرب، عم خفف الماي وعم بشرب بيرة، منيح بيأثر ولا شو منيح؟ لا مش منيح. ما اتفقنا هي. لا ما اتفقنا هي، بدي احكي عنه هلا موضوع كمان. العالم دايما وقت يقولوا لي ما باكل شيء، بيجوا لعندي على الكليك ما باكل شيء. طيب اوكي ما بتاكل شيء، بس انه بدنا ننتبه على شغله هو الشرب. يعني مثل ما ذكرت هلا كمان المدام انه الشرب كثير بيأثر، مش بس فيها كالوريز او شو ما كان. اكزاكتلي فيها كالوريز اكيد. يعني العالم ما باكل شيء، بس بتطلعي تكون عم تشرب عصير، عم تاخذ كربونيتد بيفرجز المشروبات الغازيه العاده، عم تاخذ بس الكافينات كابوتشينو فرابوتشينو ونسكافيه، هول كلهم فيهم سعرات حراريه والمشروبات الروحيه هول كلهم فيهم كالوريز. ان احنا بنتفكس انه ما عم باكل، بس انه كمان في اوقات الشرب بيكون فيه كالوريز ثلاث مرات عن الاكل اللي عم تاكليه. اذا بناخذ مثلا كل يوم بيره مثل ما عم تحكي مدام، يعني البيره العاده القنينه فيها على القليل 200 كالوري، اذا عم ناخذها لايت اكيد بتنزل ل 80. برجع بقول ما بطلب منهم انا يوقفوا كل هالقصص، بس اكيد بتكونوا مدروسين ضمن بيرة مش محل الماء. اكيد مش محل متفقين. لا خلينا نكون متفقين، الماء اكيد بيبقى هو الخيار الافضل كمشروبات. صحيح. بس اكيد اذا ما ناخذ غير مشروبات ما ننتبه عليهم قد ايه فيهم سعرات حراريه، كيف ندخلهم ضمن النظام الغذائي، بيش ننسى انه شو شربنا. صحيح. لا الكحول او حيلا شيء من الكافينيتد بيفرجز مثل هول اللي نشتريهم، في يكون اذا زيتينهم كريما وصوص شوكليت وزيتينهم سكر، هول كلهم بتكون هو يا محلى صحن الطبخ يعني. اتصال. الو الو، انتوا على الهواء؟ الو، نقطع الاتصال. صباحو، اذا واحد بده يتعشى توست اسمر كم وحده؟ شوفين الخبز الحبه الكامله بيساعد الحميه. رجعنا على موضوع الخبز، توست مثله مثل الخبز، اكيد الشوفان والاسمر والحب الكامل هو اللي فيهم فايبرز اكثر من الخبز العادي، دونك بيساعدنا تيرجلج مستوى السكر بالدم والكوليسترول، نشعر بالشبع اسرع. فائده الالياف كثير مهمه، دونك اكيد كفوائد غذائيه الاسمر، توست الاسمر او الشوفان فيه فوائد غذائيه اكثر من الابيض، بس كسعرات حراريه وزيته. كم توست بده ياخذ؟ عم نرجع زيت الخبريه، انا شو عرفني المستمع قد ايه لازم ياخذ سعرات حراريه، بس اكيد في كل توست. هلا اذا كانت مدام عم تحكينا فيها تاخذ تقريبا حبتين ثلاثه توست، اكيد اذا كان الرجال هو بحاجه لسعرات حراريه اكثر، دونك في ياخذ اكيد يوصل لاربعه خمسه هيك. عم بحكي بالاجمال، ما عندي أكيد. ما عندي انت بدك ما عندي داتا قدامي بدي كومبوزيشن، بدي كومبوزيشن، بدي وزنه طوله عمره قد ايه بحاجه لسعرات حراريه وقد ايه بحاجه نحن نعطيه تيقدر يامن خساره بالوزن. 100%. كمان سؤال عندي، يوم بالجمعه باكل بطريقه مش طبيعيه يعني بكميات كبيره، شو المشكل عندي وشو الحل؟ هيدي الشغله كان بدي احكي عنها كمان. دايت هو اجمالا الاشخاص بيعتقدوا انه مشوا خلال اسبوع كتير منيح كل شيء ماشي الحال، وصل الويك اند او ما بعرف حيال نهار طار الرجيم على الاخر. بس بدي اقول شغله، هيدا اليوم او يومين بالجمعه في يخرب لي كل اللي عملته كل الجمعه. لو التزمت انا كل جمعه كتير منيح وصار في عندي انه شو بيقولوا اكلت كتير خلال الويك اند، فيني طير كل شيء جهد عملته خلال الاسبوع. انا ما عم بيجي اقول للاشخاص يلتزموا 100% بالدايت، ونحن عارفين انه اكيد رح يصير في عندنا خروقات وتزعبر صغيره، مش هيك؟ الرول اللي كتير مهمه لازم نتبعها باتريسا هي الرول نحن بنسميها رول 80-20، يعني 80-20. 80% التزام بالنظام الغذائي وعندنا مجال هال 20% تزعبر. بس اذا تخطينا ال 20% يعني ويك اند كان خابس على الاخر، ترويقه غدا عشاء والكول وسهر انه فينا نخبصها بميل واحد مش بكل نهار، 1 اور 2 ميلز بير ويك فينا شيء بنحبه ضروري ناخذه. نحن حتى بنعتمده بالدايت وبنعطون للاشخاص لانه نفسيا لازم يكونوا هن مرتاحين وما يحسوا حالهم محرومين. بس والرول هي 80 التزام 20% زعبر. اذا عم يتخطى ال 20% كل مجهودنا اللي عملناه خلال الاسبوع رح بيكون راح ضيع. اتصال. الو وي بونجور. يا هلا بونجورين. بدي اسال سؤال الدايتيشن. تفضلي عم تسمعك. انا بحب اتعشى جات بوب كورن عشيه وتفاحه، قديش هالشي هيلثي او لا؟ جات قد ايه كبير؟ قد ايه كبير الجات؟ قد ايه كبير؟
جهد يعني اكيد مش جهد غشيش. لا انا لقلي بفضل تتعشى بطريقة صحية اكتر. يعني تاخد خبزة مع لبنة مع جبنة، تعمل صحن سلات فيه kind of protein، تحط فيه تونة، تحط فيه بيض، تحط فيه جبنة، حيا نوع. هلأ البارابارا الباب كورن ما عندي مشكلة فيه، الباب كورن definitely أحسن بكتير من غيره من السناكات المالحة. يعني إذا بدي أرنو بالشيبس أو هيدا إذا عملناه بلا ملح. إيه ليك شو هو الملح ما بينصح؟ يعني هرجع زيت الخبز هلا بحكي عنه. هلا اذا شخص عنده ضغط اكيد بده يخفف ملح، بس اذا شخص عادي ما عنده شيء الملح باعتدال ما بيأثر عليه. هلا اذا يعني عم بحكي لإلي اذا بدي اعطيها الكبر بده يكون هالقد. يعني 3 كبشات اذا بدي احكيها بالكابس، 3 كابس لأربعة كابس بوب كورن از اكسبتبل. يعني كفكيره الطبخ كفكير او فنجان الشاي اذا بدي اعتبر فنجان الشاي الكاب 3 از جود. اوكي فيها تاخذهم بكون مع تفاحه، بس هولي انا اكيد انه ما رح يشبعوا. ما فيهم شيء بغذي، يعني فيها بعد ساعه ساعتين ترجع جوع. انا لقلي بزيد كميه السعرات الحراريه فيها تاكل ساندويش خبز اسمر يا لبنه يا جبنه، حدو شويه خضره، تاخذ حبه فواكه، اكيد رح يشبعوها ساعتين ثلاثه اكثر وتكون ساتيسفايد اكثر. صح. بوب كورن خليك سناك بعد الظهر مثل ما قلنا 3 كبشات صغار احسن. نعم. اتصال. الو. ايوه نعم تفضل. وحياتك بدي اسألها، انا يومي باكل حبة افوكا بضرني شيء؟ اوكي عندك مشكلة وزن زايد؟ ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة. اي ما بيضرك. هذا بدي احكي عنه موضوع كمان ما زال ذكره المسيو قصة الهيلثي. بدي شدد على شغلة، أفوكا كتير صحي وبجنن وفيه فوائد غذائية وللقلب كتير مهم، بس كترة الأكل الصحي كمان في نصح. يعني شغلة كتير مهمة، عالم بيقولوا لي مايا كل شيء. آه اليوم اجت هلا بعد كنت عندي بيشنت بتقلي مايا ما بيكل مقالي بيكل كل شيء صحي. إيه بس مش هذا منه جواب. ما هو الكوانتيتي شو؟ healthy does not mean zero calories. يعني healthy ما معناته إنه ما فيهم سعرات حرارية. healthy أكيد كتير ضرورة نخدهم ونبتعد عن القصص الدسمة والقصص الآن healthy أنا معهم. بس حتى بالهيلثي في كميات، يعني زيت الزيتون بجنن بالسلاد، بس السلاد فيها تتحول من 100 كالوري ل 300-400 كالوري. صح. اذا انا ما انتبهت قد ايه حطيت فيها زيت زيتون، اذا ما انتبهت قد ايه حطيت فيها مكسرات نيه، ما انتبهت قد ايه حطيت فيها افوكاي اللي انا بعتبرهم هول من المأكولات اللي كتير صحيه. مثلا عم باكل رز مسلوق بطاطا مسلوقه، ما عم باكل بطاطا مقليه، اكلت بطاطا مسلوقه، بس اذا اكلت 3-4 روس بطاطا مع زيت زيتون فوقها وحطيت معها قبعه خبز. طبعا. لو انا هيلثي كتير هيلثي هولي مثلا اذا اكلت بطاطا مهروسه مع زيت زيتون وخبز انا كتير صحيه، ما في شيء مقالي، ما في شيء دسم، ما في شيء مضر لصحتي، بس كمان هول الكميات فيهم ياثروا على وزني. خبز وبطاطا سوا كمان فيهم ياثروا على وزني اذا الكميات يعني الافوكا كتير صحي وبجنن واكيد بننصح فيه. نعم. اذا ما عنده مش قصه وزن زايد في ياخذ كل يوم افوكا او نص افوكا منها. بس اذا عندنا مشكله وزن زايد بدنا ننتبه للكميات. نعم. ما يعني رح وقفه، يعني بدي انتبه على الكميات وحتى وزن لان اتس هيلثي فات والفات كتير مهم. نعم. اتصال. الو. الو. نعم تفضل. بونجور. يا هلا تفضل. بدي اسال الدكتور سؤال بس لو ممكن. تفضل عم تسمع. انا عندي ضغط، بس بيقولوا لي انه الجريفو اذا واحد شرب جريفو اخذ حبات على الدواء للضغط ببطل يعطي مفعول الدواء، مزبوط هالشيء؟ ايه مزبوط، لانه الجريفون من انواع الفواكه بيصير في انتر اكشن معه مع عده انواع ادويه ومنهم انواع ضغط. بفضل يعني يشرب الجريفون بعيد عن حبه الضغط، مش ضروري يشخلهم مع بعض، ياخذ حبه الضغط مع الماء ويرجع يشرب الجريفون او ياكل الجريفون بعيد عنه. بده يبعدهم عن بعض. ايه في انواع ادويه معينه بيعمل انتر اكشن خاصه مع الجريب فروت. نعم. اتصال. الو. راح الاتصال. كمية البيض المسموح فيها لمريض الكوليسترول بالأسبوع؟ هيدي مهم كتير. البيض ما قالوا عليه هلا، كلنا وسمعينا صار لنا سنين إنه البيض بيعلي الكوليسترول ومنه مضر، بس هو منه وقفة بس على البيض لوحده. يعني مش البيض هو المتهم، وإذا طريقة حياتنا ما في سبار وعم ندخن وعم ناكل مقالي وكل هول القصص الزيادة عليهم، هن بيأثروا هولي أكتر من البيض بحد ذاته. البيض فينا ناكل بيض، ما قالوا علاقة بالكوليسترول، فينا ناكل، بس أكيد باعتدال للأشخاص اللي عندهم شوي كوليسترول عالي، يعني مش أكتر من بيضتين ثلاثة بالأسبوع. نعم. ومسلوقة أكيد ما تكون مقلية. طبعا ما هون بنكون عم نزيد مشكله القلي اكثر للكوليسترول. يعني في ناس بتقلب المي، فينا نقلب المي، فينا نعملها سكرامبل مع خفيف زيت، فينا نعملها عيون، فينا نعملها مسلوقه، فينا نعملها ب 100 طريقه، ما نحط فيها زيت عن المي. كمان اتصال. الو. الو بونجور. يا هلا. وحدتك بدي اسال
أنا معود أخذ اليوم الصبح كبية ماي فترة مع ملئة خلي التفاح ملئة أكل. نعم. اللي ترى بتفيد مفيدة هاي؟ هيدا السؤال على خلي التفاح مفيدة، بس إنه بفضل بلاهم خلي التفاح منيح. هلا في كتير حكي عن خلي التفاح قد مهم، خلي التفاح كتير مهم تيقدر يلجج معدل السكر بالدم، بالتالي منعلي الانسولين ويساعدنا لتثبيت السكري اذا عنا سكري ولا خسارة الوزن. بس انا بفضل نبتعد عن خلي التفاح عبكرة بكير على الريق لا قصت نعملنا مشاكل بالمعدة والحرقة. اذا اخذناها بالسلطة مع الاكل قبل الاكل ما في مشكلة. نعم. كمان اتصال. الو بونجور. يا هلا بونجور. نعطيك العافية دكتورة. انا كتير مغرم بالمقلوطة النية وعبلهونة، بس بحمصها قبل ما اكلها، في ضرر شيء؟ ما سمعنا. انا المقلوطة النية مثل كاجو ناي مكسرات سوري. انا بحميها على النار لتقسى وبكلها، بس باكل كتير بتخل. هل كترتها ما بيسوى او لا؟ هي ما بتدور كترتها، غير انه بيصير في عنا مشكله زياده بالوزن. هذا عم نحكي مش كنا انه كل شيء صحي صح، مش يعني فينا ناكل قد ما بدنا. المكسرات النيه كتير منيحه بتجني، ان كان لوز جوز، واذا عم بحمصها كمان تتكون اطيب كتير منيح، ما عم بيزيد لها ملح وما عم بتكون مقليه. بس كمان كثره المكسرات النيه بتعمل بتؤدي لزياده بالوزن. يعني هلا اذا ما عنده مشكله زياده وزن، بس انه كله باعتدال. انا بالنسبه لي كل شيء يعني 10 12 حبه ايه، بس انه ما نتخطى هالكميات يعني. بنهار ايه يعني محل سناك، محل سناك يعني ناخذها، لانه هي فيها دهون صحيه، والدهون الصحيه كثير مهمه للقلب للدماغ لصحه القلب للشرايين للسكري لكل الامراض كثير مهمه. بس بنرجع نقول الاعتدال هو الاساس يعني. صحيح. مرحبا، بدي اسال. انا كل الوقت مخففه اكل، وكل ما اكلت شيء بتضيق بمعدتي، بس ما عم بنزل وزن، شو بدي اي نظام غذائي اتبع؟ جانا نفس الموضوع. هلا اكيد ما فيني اعطيها نصيحه. اذا عندها مشاكل بالمعده اكيد بتلجأ بركن لطبيب المعده تتاكد انه ما عندها شيء مشاكل بمعدتها. بس اذا عم بتعاني من نفخه بلوتينج او حرقه، اكيد في انظمه غذائيه معينه اللي بنبتعد فيها عن البهارات، عن المقال، قصص الدسم، كل شيء اسيد، القهوه، الكربونيتد بيفرج، المشروبات الغازيه والبهارات والقصص اللي بتدور هي، اذا كان عندها ارحه او تقرحات بالمعده. بس اكيد لازم يتشخص شو عندها مزبوط من قبل طبيب، وعلى اساسها بنعطيها نظام غذائي معين يعني. اكيد. وبديك تكوني عارفه بدي داتها بدي اساس. بس اكيد لكل، ما في ولا مشكله ما لها حل بالنظام الغذائي وبالاكل اكيد. بس اهم شيء نصبر، نكون كونسيستنت يعني. دائما الاشخاص بدهم كل شيء بسرعه، بدهم نتيجه بسرعه، هيدا بركن طبيعه الانسان. بس بالدايت بحد ذاته الكونسيستنسي هي المثابره، ان كان بالدايت او بالممارسه الرياضه، هي بتودينا للنتيجه. حد ادنى وقت قد ايه؟ شهر ونص، شهرين يعني. نحن عم نحكي تقريبا تتبلش حسب قد ايه تنلاقي نتيجه. فينا نلاقي دغري نتيجه من اول اسبوعين عشان نلاقي نتيجه. بس هو خساره الوزن مثل ما قلت باول حلقه باتريسيا، اذا بدنا نخسر دهون، وهيدا هو نحن اللي بدنا اياه، ما بدنا نخسر لا عدد ولا مي من جسمنا ولا فيتامينات ولا معادن. الخساره بدها تكون تقريبا معدل نص كيلو لكيلو. بفهم الاشخاص كثير محمسين وبدهم يضعفوا كثير، بس اكثر من 4 كيلو يعني بين 3 4 5 كيلو بالشهر هو هيدا الريكومنديشن. مزبوط. نعم، وهيدا الافضل. هيدا الافضل اكيد لصحتنا، تنقدر غير انه لصحتنا وهي الاهم شيء، تنقدر نداين بالنظام الغذائي ونقدر يكون عندنا نتيجه ثابته، مش ننزل نرجع نطلع نرجع ننزل. هيدا الخساره بنحنا بنسميها يويو ايفكت، الطلعه والنزله مضره للجسم اكثر، وكل مره على مره بتصير اصعب خساره الوزن. نعم. حكينا عن كثير اخطاء، وبعض المستمعين والمشاهدين سالوا وحكينا من خلال اتصالاتهم عن الاخطاء. شو بعد في خطا كثير مهم نحكي عنه قبل ما ينتهي وقتنا؟ كثير مهم البندورة. شيني احكي عنها؟ البندورة. البندورة ما بعرف ليه دايما عليها اتهامات فظيعة. البندورة بتحبس المي بالجسم، البندورة بتعمل سيلوليت، البندورة بتعمل اسيد اوريك، البندورة بتنصح. حرام عن جد، البندورة كتير مظلومة من هالناحية، لأنه البندورة من أكتر الفواكه يلي فيها فيتامينات، فيها معادن، فيها مواد مضادة للتأكسد اللي هو الليكوبين. لايكوبين هي مادة كتير مهمة بتساعد وإلها فوائد كتيرة يعني. مش مظبوط إنه المي بتحبس المي بالجسم، ولا إنه مظبوط إنها بتعمل سليم. إلا إذا حطينا كتير ملح فوق. هلأ
اكيد صرنا نحن بغير بس هي بالعكس البلندوره فيها بوتاسيوم يلي بيشتغل عكس الصوديوم يعني بيمنع احتباس المي بالجسم فيها ماده الليكوبين يلي بتقوي خلايا البشره وبتحافظ انه ما يصير معنا سلوليت مش انه بتعمل سلوليت بالعكس بتحمينا من السلوليت وما بتنسح اخر نهار راس البلندوره الوسط فيه 20 25 كالوري يعني اتس فيجيتابلز بيعتبر من فئه الخضار كل هالاتهامات كتير خاطئه عنا للبلندوره هلا اكيد في عنا عده اتهامات بس ما بعرف ليه البلندوره دائما اسيد اوريك هيدي أسيد أوريك والبندورة ما بعرف شو قصتها أسيد أوريك ما علاقة إلا علاقة أسيد أوريك العلاقة بكل شيء إلا علاقة بالبروتين والبندورة ما فيها بروتينات أبدا طبعا. لأنه ملوحات أسيد أوريك ملوحات بيفتكروا البندورة فيها ملح وبتعمل أبدا مش مزبوط صحيح يعني حكينا عن كتير أخطاء أو معتقدات خاطئة وأخطاء شائعة بالحمية الغذائية بعرف أنه بعد في كتير ولكن انتهى وقتنا أنا بدي أشكرك كتير رئيسة قسم التغذية بمستشفى جبل لبنان مايا حداد شكرا كتير لك شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا خليكن معنا دايما عبر هوا صوت لبنان من هلأ لنرجع نتلاقى تضلوا بخير